السلام عليكم صحابي وحبابي متتبعي جزيرة الحسون والكناري. اليوم ان شاء الله جيت لواحد البليصة تيكون فيها ديما المقنين حسون بشكل كبير. تنجي تنجلس مع راساتي تنصنت تنسمع كنت شحال هادي تنجي نصيد تاع دابا الوقيته ديال التكاثر ديالو تنجي غير تنسمعهم تيغنيو تنجلس. ولكن تفاجأت بوجود واحد الطير قليل فوقاش نوجدو في الغابات هكا وفي الخلا. تنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ديالو باش تشوفوا هاد الطائر هذا وتتفاجئوا بحالي تفاجأت انا وتستمتعوا به. يلا كملوا الفيديو ونتلاقاو في الاخر ديالو. تاوي ديال الطاووس سبحان الله هذا الطائر باش نوصل في هاد البلايصة هادي ستة وسرعة وهذا اللي تيعوض الحجل اللي هما ماشيين هادي إناة الطاووس معاهم الذكر هادي سبحان الله العظيم غادي ندور واحد الدورة باش على الله نشد منكم مزيان هاي الوحيدة هي وانت فرعب اللي ذكر له ما هو سبحان الله العظيم انتم شتيوا تيخرجو من هاد الديار اللي هنايا العاديين تيخرجو ياكلو على برا ويرجعو اللي تقرب شوية ولكن قدرو يهربو ديما تنجي لهاد المكان تيجيو هما يرعاو هنا هاد الزويجات
كما شفنا جميع ان الطاووس ما تنخرجوش فيه ديما في الخلاء هكا. انا تنظن بانه ديال هاد الفيرمات اللي حدا هاد الطبيعه هادي وتينقص يخرج يرعى وتيرجع. تنظن انه عجبكم هاد الطائر هذا وتيعجبكم كما تيعجبني حتى انا واستمتعتوا به. واللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي مشترك يبارطاجي مع اصحابه باش يشتركوا باش هاد القناه تزيد القدام. انا ما تنزيد القدام الا بالمشاركات ديالكم والتعاليق ديالكم والتفاعل ديالكم معنا. شكرا للمتابعه وفيديو اخر ان شاء الله نتلاقاو. السلام عليكم.